next door. اوكي يا جماعه وصلنا هون على سكيت بارك. مع انه كل الدنيا مسكره فاحنا بنعمل سبورت يعني بنروحش على المحلات اللي ما احنا هون معنا تامر وصلنا هون على سكيت بارك تعال شوف شو معنا بالباكيت. قد صرنا بالدار احنا؟ سلش كثير ها؟ قرون بالدار. اوكي سكيت كان كل سكيت بورد يعني هون بيسوي بغير بوات باج بوت عاد جديد بغير بوت. ليش بسوي الاشي؟ لانه السكيت عليها لون جريب اللي هو خشن زي الورق قزاز بعرف شو بيقولوا عنه. هو اللي بيقبع البوت يعني البوت بصير يمزع من الحركات وهيك يعني. ف اللي بيسأل شو البوت هذا بوت نايك جينوسكي صار له عندي والله سنين ومن احسن البوات نصحته فيه. خلينا اليوم خلينا نبلش. جوفي بردش برد بي العادل فيها. هلو جوفي وين؟ والله يا رب طب تعال معك سكيت تعال تعال سكيت بك يا هون فاضي في شيء وضع طاقي صخران شمس تعال بركي دركن ويل عليك يلا حبيب قلبي يلا معنا يلا شو وضع؟ هلا يا هلا وسام وسام ليتس جو ليتس جو ليتس جو شايف البارك فاضي شو رايك؟ ما هو اسمع هيك افضل وقت تلعب سكيت افضل وقت لد صغير قليل بالضبط ودينا صبح اخرى مين هذا يزورنا؟ وريريز بس صعب قيم كمان يا رامي قيم كمان قيم كمان بسرعة بسرعة أسرع زدت 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 اوكي يا جماعه البطاريه خلصت معي. انا كنت حاب اصور كثير بس ما عملتش حساب اجيب اخرى بطاريه بس كان معنا هنا الشبيب اثنين بسار كل بيعرفوا تامر وانا يعني وانا يا بشار وزيت عني استنى وانا وصوب نيجو ضيفوا رامي على الانستغرام. اوكي يا جماعه اذا بدكم كمان فيديو زي هيك حطوا لايك سبسكرايب رامي
رجلي وجعتني.